وطاقم الحكام يصافحون حضرة صاحب السمو ويهنيهم على إدارة المباراة الناجحة في بطولة ناجحة. بطولة لم تشهد اعتراض. بطولة لم تشهد أي احتجاج. بطولة شهدت بالفعل معنى الصداقة والسلام. بطولة والفريق العراقي الآن وكابتن الفريق، وهذا هو شعار البطولة الذي يحمل صورة الصقر ويحمل أيضا والمدالي أيضا بتحمل نفس الشيء. وهذا كريم علاوي هو أيضا كابتن الفريق العراقي. وسيداتي آنساتي سالتي، شعار البطولة مثل ما قلت لكم يحمل أيضا الصقر ويحمل أيضا شعار المؤتمر الإسلامي. وفي مثل ما عرفتوا وهذا اللاعب اللي هو حارس محمد وأحمد راضي لاعبي المنتخب العراقي. تبدأ الآن مراسيم تدريب.